حصان الشيوخ الشرفاء الأبطال كشف طبيعة هذا النظام، أنه نظام انقلابي انقلب بكل بشكل فج على الجمهورية وعلى النظام الجمهوري، ولا يعترف بفصل السلطات، والسلطة التشريعية أظهر التقدير الذي يعير إليها، وهو أنه لا يعتبرها سلطة ولا يعتبر أن لها حصانة. شكرا. في تعديلات ممكن ان نقوم بها في الدستور، ولا تخص اللي يفكروا فيه البعض اجنده ماده ثالثه، في عده امور يمكن من اجل تحسين دستورنا وتبني يجب ان نقوم بتعديلات داخل دستورنا، ولكن يمكن ان نعملها في سنتين او ثلاث سنوات او 10 سنين. وتوفيق القرقاع احنا ندور لا الشعب المريد عن ما صدر منه باتهامنا بالفساد. ثاني منتخبنا الشعب المريد فخورين برفض الشعب الموريتاني من هذه المازله اللي قام بها النظام محمد بن عبد العزيز، والدليل على ها ان 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 المكاتب حتى الان مهجوره. اللائحة الانتخابية الموريتانية تبلغ 1,389,092 مسجل، موزعة على 3,118 مكتب تصويت، منها ما هو الداخل ومنها الخارج. بعد الناس تتكلم يقول البشارين دي بيقوا تبع المصريين وكده، لكن للاسف ما في زول بقلبه تابع للمصريين، ما في واحد يقول انا مصري، والمصريين ما بيقبلوه، هو ذاته ما يدعي بانه هو مصري، ما فايت لهم، لكن الخدمات والاغراءات وجوهم في بلدهم وقدموا لهم خدمات. Thank you.
بدأت حملة مصرية لإزالة كل المساكن التي ترمز أو تحمل دلالات سودانية في شكل مبانيها أو في شكل مواد البناء. الآن أنا أعتقد أنه ده تطور خطير جدا يجب على الحكومة السودانية تداركه. جاءت هذا أو جاء هذا المشروع يعني كإنقاذ لهذه المدينة بتمويل من مؤسسة راف ومؤسسة عفيف وتنفيذ مؤسسة المحسنين الخيرية. طبعا كان هناك معاناة كبيرة لسكان هذه المدينة، وخاصة عندما اشتد الحصار على هذه المدينة، عندما وصلت الأسطوانة الغاز إلى ما يقارب 20,000 ريال، وكانوا يحملونها على ظهورهم وعلى ظهور الحمير، وكذلك يعني حتى يوصلوها إلى هذا المكان، إلى هذه المدينة من أجل تنتعش وتعيش. يعني الآن الحمد لله يعني توفر الأكسجين، وهذه المحطات تنتج ما يقارب 100 أسطوانة أكسجين باليوم. هي نقدر نقول أنها غطت يعني غطت المستشفيات، وخاصة المستشفيات التي تقدم خدمات للمواطنين ومتضرري الحرب، منها طبعا مستشفى التعاون، منها كذلك المستشفى الجمهوري، منها كذلك مستشفى المظفر والسويدي ومستشفى الروضة، وهي تقدمها بالمجان، تقدم خدمة الأكسجين بالمجان، خير للناس يعني، والحمد لله. الغرام هو اللي علمني، تعلمت وخدمت، ما عارف نقول احنا حدين تخدم كاين الحديده، اما عندي غرام بالكوليس المجرى بصفه عامه، بالخص الكوليس هيك، هو خدمت الكوليس الاول، الكوليس الثاني، هذا وقت لما معناها كي خرجت، هذا من الثمانينات نحكي لك، العبد الله عام 84 85 نخدم وحدي، نخدم الكوليس ما نخدم شويه شويه، لين قعدت نطور نحسن الخدمه نتاعي، لين وصلت خدمت الكار، وخدمت برشا حاجات نخدم معناها المجرى بصفه عامه نخدمها، جيني من صفاقس الجنوبيه، من صفاقس الشماليه، من جبنيانة، من الغرابة، من الحنشة، من كل بلاصة يجيوني على الجراد على الخدمة هذه، الوحيد اللي مازلت نخدمها هنا. نقص السقين نتاع الكرسي، نفصلهم عندنا الخدمة بالفرجة، نقص الرسارات، الرسارات فيهم تنقيس، نخدم احنا رسارات بوكويت كاملين ونخدموهم، ندور هذه خدمة كلها بالفرجة راهي، مش خدمة باليدي، كل خدمة باليدي هي ما بالتسخين بالنار، ما كانش ما يدورش الحديد هذايا، عندنا السهلة بالنار. المرايه كيف والكاليس فيه 3 رسارات، رسار من الجنب هذا، ورسار من الجنب على اليمين وعلى اليسار، ورسار من تالي هيك اللي فيه، والكرسي والفراميتر البقيه كامله كان اللي فيه. عندي ولدي معنا امير ربي هديه يقرا هو في الجامعه، اما في العطل من اللي هو صغير جبت مرنته معايا، عاوني ماشي يمشي يدور مش ضايع وقت، يجي يقعد بحذايا، يقعد بحذايا يتعلم، يغزر بعينيه بكل شيء. اليوم من فضل ربي الحمد لله كاين هذا الغيب، نقول له احنا نغيب معنا ونحب نعطيه الخدمه، وربي نشحه في قرايته، يخدم الكوليس من اول لاخر، يخدم الكارت من اول لاخر، ويخدم الكارو كيف ونجم يطور عليا. الخدمه هذه راهي شبه النادره، توك تو دور صفاقس كامله تقول له الكوليس ولا الكار ولا الكريطه، يقول لك محمد الشرفي معناها معروف ياسر. الهدف من تأسيس هذه الفرقة هو إحياء موروثنا الثقافي والتعريف بما لدينا من عادات وتقاليد، بعد ملاحظتنا كيف انشغل الجيل الناشئ في الموسيقى والرقصات التقليدية المستوردة من الخارج. dhaantada dadku wax ku jalaadeen horta
رقصة دانتو محببة للصوماليين لأنها رقصة تعيدنا إلى تراثنا، تؤديها فرقة من الفتيان والفتيات بأزياء تقليدية تذكرنا بزي أجدادنا، وهو ما جعلها تنتشر في فترة قصيرة بين الصوماليين في الداخل والخارج. انضممت إلى هذه الفرقة في عام 2016 لأني أحببت الرقصات التقليدية منذ صغري. Safranbolu'da inşa edilirken hassasiyet gösterilen bir nokta var. لقد رعى أصحاب هذه البيوت حق الجار بعدم إزعاجه. هذه البيوت لا تحجب أشعة الشمس عن بعضها ولا يطل أي منزل على حديقة المنزل الآخر. العيش في هذه المنازل يعطيك شعورا بالحرية، وهي حياة مريحة رغم المصاعب التي توجد فيها. الصعوبات تتمثل بالعناية ببيت كبير كهذا، ولكن عدا ذلك فإن الحياة جميلة هنا. تجتذب هذه البيوت النزلاء لطبيعتها كونها مصنوعة بالكامل من الخشب، وهي تساعد على الاسترخاء، إضافة إلى أنك تعيش فيها وكأنك في الماضي.